عن بيت أهلها ما بتشوفك، بتنتبه. مظبوط، بنضل على اتصال. يلا باي. وينك يا زلمه؟ برمنا عليك الدنيا. شو بك سامي؟ في شي؟ ليش حاطط كاميرات بالبيت وعم تراقبني؟ كل بيوت العالم فيها كاميرات، ليه عم تتهمني إلي إني حاططهم؟ هيدا بيت أجار وتابع للجامعة، ومفروض يكون في كاميرات مراقبة. وأنت استغليت هذا الشي لحتى تراقبني وتسرق البحث تبعي. بس لمين؟ إلك؟ يعني بستبعد واحد جاهل وفاشل مثلك يعرف قيمة اللي أنا عم بعمله. أنت عم تهيني ببيتي وأنا سكت لك؟ ها؟ شي واحد بس بيشفع لك إني ما حول لك حياتك لجحيم. إنك تقول قديش سرقت من بحثي ولمصلحة مين؟ أنا جبتك لهون بعد ما وقفتك جامعتك عن التدريس سنة تقريباً، وجبتك لخلصك من الجحيم اللي كنت عايشه مع عائلتك ومرتك ومحيطك. بدل ما تشكرني عم تتهمني بإشي أنا ما علي علاقة فيها وما علي أساس أصلاً. آخر مرة بسألك، لمصلحة مين؟ مش لمصلحة حدا. بلا لمصلحة حدا، لمصلحة حدا. أنت أخذت مني كل شيء حلو، وهلا عم تاخذ مني ماجي، وعم تتهمني إني عم بتجسس عليك. ولك شو أنت؟ أنت جنيت؟ فكرك ما بعرف؟ أنا اللي بعرف. بس يا ويلك إذا بتطلع عم تفكر فيه صح، ولا لخليكم تشتغلوا الموت وبدوه. انت بتعرف شو هو الموت؟ جرب الموت قبل حتى تحكي عنه. تعايش بالاول لحتى تعرف الموت.